هذا الصرح لصيانة المصحف الشريف. بارك الله فيك. بسم الله. خليك مع الدكتور. أنت يوصل المصحف للمرحلة الأخيرة هذه، يتم وضع طبعا الغلاف الأخير اللي هو الجلد الأخير للمصحف. طبعا في طريقتين، يا اما تجليد ورقي يا اما تجليد بالجلد الصناعي، ويتم بالطريقة هذه. بعد تجهيز الجلدة بالطريقة هذه الورقية، يتم وضع المصحف بالشكل هذا، ويتم بعد ذلك تثبيته بالمواد اللاصقة، وحيكون بصورة النهائية بالطريقة هذه. يعني الطريقة هذه الصورة النهائية هنا اللي خدمناها. طبعا هذه الورش مسخرة لصيانة المصحف الشريف، وهذا العمل وبحمد الله وتوفيقه تقريبا لي 10 سنوات، وافتتحنا ما يقارب من 55 ورشة عبر ربوع ليبيا، وأدرنا دورات شرقا وغربا وجنوبا، فشرقا من مدينة طرابلس حتى مدينة طبرق، وجنوبا من مدينة طرابلس حتى مدينة بن تبية في وادي الحياة، وغربا من مدينة طرابلس حتى مدينة تقدامس. فمجمل الدورات اللي أدرناها خارج مدينة طرابلس تقريبا 35 دورة، وافتتحنا عدد من الورش، والباقي داخل مدينة طرابلس. فنحمد الله ونشكره على هذا التوفيق. فهذا العمل أساسا لصيانة المصحف الشريف وكتب السيرة النبوية. فالعمل بسيط، بس الإخراج للمصحف يطلع كأنه مصحف جديد، وحتى نضاهي في المطابع. وعندنا عمل أو عندنا برنامج تدريبي نفس الشيء، اللي يتدرب عندنا نوصل لمرحلة تقريبا 75%، حتى لو أنه يجرى به امتحانات، امتحان في برنامج التجديد، احنا على ثقة أنه هو حيكون من الناجحين. فالعمل طبعا المصاحف تجي من المواطنين ومن المساجد ومن المدارس القرآنية، ويعتمد على وضعية المصحف والتلف اللي فيه. فممكن في بعض الأحيان يكون التلف خفيف مجرد على منطقة الكعب فيصام لهذا التلف، أو يكون المصحف شبه متهالك، كل الأوراق مفكوكة ويحتاج إلى تجديد بالكامل، من خياطة إلى غلاف خارجي إلى جلدة إلى كذلك. في بعض الأحيان تكون بعض الأوراق متلوفة فإحنا نستبدلها. فالعمل يبدأ طبعا يدوي، وكله معظمه يدوي باليد، سواء كان بالخياطة أو بالتغليف. وعندنا طبعا موس هذا الكهربائي، هذا مهم طبعا في إخراج العمل، فيخرج العمل
بوضع يعني ممتاز على اساس انه هو يحفف السيد محمد وهذا كان تورينا فيوضح او يحفف المصحف من جهه الثلاثه فالاخراج نتاع النهايه يكون كان مصحف جديد. والحمد لله يعني جي مصاحف من المواطنين ومن المدارس القرآنية وكذلك من الكتاتيب، وطبعا يعني الورش اللي تحمل نفس اسم العمل هذا اللي هو الورشة التدريبية لصيانة المصحف الشريف يعني داخل مدينة طرابلس عندنا اللي هما 5 فروع يعني بحجم كبير باستطاعتها تدير صيانة، والآن بمدينة طرابلس وعندنا فرع في جامع سلمان الفارسي بمنطقة الهضبة الخضراء، وعندنا فرع في جنزور بزاوية العريفي، وعندنا فرع آخر في منطقة جنزور اللي في مدرسة أبو بكر الصديق جامع أبو عرفوب نفس الشيء لصيانة المصاحف في منطقة جنزور وما حولها. وبحمد الله طبعا اليوم افتتحنا هذا الفرع اللي بيغطي منطقة السراج، وعندنا فرع آخر في منطقة جهة بئر الصاملات، والحمد لله فهذه الورش كلها مسخرة لخدمة المصحف الشريف. و هذا العمل يعني كما أسلفت خالص لوجه الله الكريم، فمن يرغب في المساهمة به بأي شكل من الأشكال سواء يتدرب ويدرب غيره أو ينسق لدورة سواء كان داخل مدينة طرابلس أو خارجها، وكذلك يعني بالمال اللي بيساهم بهذا العمل، فكل الناس اللي ساهموا أن أسأل الله أن يتقبل مساهموا بميزان حسناتهم. وأي شخص يعني يرغب في أن هو يفتح ورشة احنا على تم الاستعداد للمساهمة سواء بالأمر الفني طبعا وكذلك بالتوجيه وإلى آخره، فنسأل الله أن يتقبل من كل من ساهم في هذا العمل أن يجازيه الله خير الجزاء. السلام عليكم. ضمانات المصاحف الجاهزة خلال الدورة التدريبية لصيانة المصحف الشريف دورة 110، هذه المصاحف اللي جهزناها حوالي دورة المصحف الشريف من قبل 8 أشخاص أو أكثر لصيانة المصحف الشريف. طبعا هذه المصاحف الشريف تبدأ من مصحف المتوسط وأقل من المتوسط والصغير والمصحف الصغير، مصحف الكبرى كبار، مصحف أقل من صغير، مصحف المتوسط، طبعا التانيين مصحف المتوسط. وهذه الخدمة على بركة الله في توزيع شهادات الشكر والتقدير والمشاركة. أول شهادة شكر وتقدير للجنة الإدارية لجامع القادسية الذي ساهم في إعطاء هذا المقر لإدارته كورشة لصيانة المصحف الشريف، ويستلم الشهادة إمام الجامع الشيخ خالد المشري
خلي تفضل. بارك الله فيك. طبعا الشكر والتقدير في هذا العمل من عند الخالق العلي القدير، يعني هذه عبارة عن أوراق لا تعني شيء، يعني هي أشياء رمزية، بس المساهم في هذا العمل الشكر سيكون بإذن الله من عند العلي القدير. الشهادة الموالية لصيدلية الشروق على مساهمتها في إهداء صيدلية للورشة، فكل الشكر والتقدير لهؤلاء. هذا أحد المصاحف القديمة جدا، طبعا تاريخ إصدار المصحف من سنة 1930 ميلادية، من 1930، فطبعا تم صيانته بالطريقة هذه، فطبعا هذه المرحلة الأخيرة من صيانة المصحف، فطلع بالمظهر هذا الجميل هذا جدا، وفي نفس الوقت حافظنا احنا عليه ما شاء الله، يعني من 1930 يعني قريب 84 سنة يعني، فمع استمرار صيانة المصاحف فإن شاء الله حنحافظوا على جميع المصاحف اللي تكون موجودة في المساجد بتاعنا وفي المدارس القرآنية وفي بيوتنا، تكون ديما كويسة بأنيقة وكويسة بصورة جميلة جدا، وتكون ديما محافظة عليها، لأن هذا كتاب الله ضروري احنا يعني نعطوه قدره يعني. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. طبعا اليوم مبارك الورشة التدريبية فروحها كاملة، اليوم افتتاح فرع السراج، مبارك الدكتور عز الدين عرفة المؤسس، الأستاذ مبروك الأمين، الأستاذ خالد دريبي، وطبعا أكثر شخص يستحق الشكر ويستحق الثناء الأستاذ عادل دوع اللي هو المؤسس للورشة، ورشة فرع السراج، طبعا مشهود يذكر فيشكر. طبعا الورشة هذه كانت في الأساس كانت مقر غير صالح للاستخدام أو حتى للتخزين، بفضل الله وفضل الناس الخيرين تم صيانة الورشة، تم توريد آلات، طبعا هي الآلة نستخدم فيها أساسا الخدمة عندنا هو المقص، قص الورق، هذا أهم شيء، والحمد لله افتتحت الورشة وقامت الورشة يعني بالسواعد الخيرة، وتدربوا فيها مجموعة من الناس الخيرين الأفاضل، ونسأل الله أن يتقبلنا ويتقبل عملهم بالخير. وناس بصراحة كانت يعني كانت الشخصيات تحب التعلم وتحب تفهم الصنعة، وبعد فترة تقريبا 15 يوم من التعليم 10 أيام في الأساس التعليم، كان ناس تخرجت الحمد لله وأصبحت جاهز في مصاحف تالفة جدا طلع فيها بأبهى حل يعني، فناس الحمد لله يعني ربي يسر الأمر فيه، والشكر كل الشكر لقناتكم، وبارك الله فيكم لحضوركم ورحم الله والديكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بحمد الله وقدرته تم إنشاء هذا المحل المبارك لصيانة كتاب الله، اللهم اجعلنا واللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وارحمنا يا ربي برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، واجعلنا من خدام كتاب الله العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، اللهم اصلح حالنا وحال بلادنا يا رب العالمين، اللهم بدلنا إلى من حال إلى أحسن حال يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ البلاد واهد العباد يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا واغفر لنا وارحمنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. بارك الله لنا ولكم في كتاب الله العظيم، وتقبل منا ومنكم أعمالنا الطيبة يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.